دخلت كده هنا الشاطئ. بص ما شاء الله ميته جميلة اهي، عايزة بس اقرب لكم. هو بس بينزل التليفون بس المية وده هادية. بصوا بقى الشمس ضاربه طبعا في التليفون وفيا، فمش شايفه التصوير شكله ايه، بس المايه جميله جدا، الموجه هاديه قوي، طبعا الباينه برضو. بس كده اثبت بقى معايا ناس كمان هتنط في المايه. الجو كمان تحفة، أول مرة كمان ألاقي الدنيا هادية كده مش زحمة. طبعا مش هننزل يعني عشان اللي جنبي. زي ما اوريكم كده جميله جميله ان شاء الله، يعني موجه هاديه جدا. المايه الثانيه قبل ما نمشي ثم الهوبي هاز قوي، الموجة هادية قوي يعني آمن جدا الأرض إن شاء الله. بصوا كمان بقى فاضي ازاي هادي كده. نشرب على الأقل كده فرجة ونشم شوية هواء. بحب الأوقات دي بتبقى الدنيا كده هادية شوية. يلا بينا نطلع بقى كده. خرجنا من الشاطئ، قلت قلنا الشاطئ اللي احنا كنا فيه ده اللي هو شهر العسل العام، الفرد بخمسة جنيه. بص ميته عاملة ازاي، الموج هادي جدا ونضيفة، الدنيا كمان فاضية فيه، يعني هتستمتع بوقتك كده ويبقى امان كمان لكل اطفالك.
والفرد ب5 جنيه، ومعاه كمان الكرسي والشمسية، يعني 4 أفراد كده ب20 جنيه بالكرسي والشمسية. طبعا هو انا كمان عشان الجو بدري فلسه كمان مصاريفين داخلين. هو ممكن كمان فاضي دلوقتي لسه برضو ايه الجو، يعني الوقت كمان بدري شوية. نطلع بقى كده تاني هيبقى على شهر العسل برضو الرئيسي. طبعا اي شارع يدخلني على الشاطئ، من شوارع شهر العسل في اخر الشارع يدخل منه على الشاطئ. الشارع اللي بعد ده تقريبا كده اللي هو شارع النقراشي. في برضو كده في الشوارع مكاتب اللي هي العقارات وكده، اللي هو سمسار، يعني اللي حابب برضو عشان اللي كان بيسألني على الشقة وكده. بصوا زي كده مثلا هتلاقي برضو في كل شارع بيوصلنا للشاطئ في برضو مكتب سمسار. الشاطئ فرهدنا. خلينا مش عارفين نتكلم، خلاص طالعين بالعافية كمان. كده طالعين على شهر العسل الرئيسي. هيا شوية الدل دول كده مستخبى تحت الشجرة من الشمس. الشمس جامدة جدا. قربنا خالص كده للشارع. وللشارع كده بكمل على اخر شهر العسل. اخر شهر العسل وكده بطلع على اول الشارع. تاني كده